السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. سأتحدث اليوم بصراحة أكبر وأحاول أن أنظر إلى المشهد العام لواقعنا العربي الإسلامي. هذا المشهد ماذا يقول لنا عندما نراجع المراحل التاريخية التي مررنا بها حتى وصلنا إلى هذه اللحظة التي أحدثكم الآن؟ خلال هذا المسار الطويل كانت هنالك دائما محاولات حثيثة للخروج بشعوبنا من خانق الزمن الذي وجدنا فيه والذي تورطنا في مواجهته دائما. هذا الزمن مختلف تماما عن كل الأزمان التي كنا نعتاد عليها، وهذا أدى بنا إلى ردود أفعال مناسبة أو غير مناسبة لما يجري حولنا. كلنا نعرف أن العالم تغير، خاصة بعد القرن 15 بعد ظهور معالم الحداثة، وبدأت الشعوب الأوروبية الغربية تمتد وتنتشر على صعيد العالم بأكمله، واكتشفت قارات ووصلت إلى أقصى الكرة الأرضية، وتمكنت من أن تنظر إلى العالم بطريقة واعية وعقلانية بعيدا عن النظرة التقليدية الدينية. ماذا حصل بالنسبة لدينا؟ بالنسبة لنا بقينا على الهاجس القديم الذي كنا عليه، ونحاول دائما أن لا نتأقلم مع هذا العالم المختلف كليا عنه. فماذا حصل؟ حاولنا في البداية أن نختار أفضل وأسهل الحلول. هذا الأمر تولى شأنه كثير من رجال السلطة، رجال الدين، وحاولوا أن المصالحة أو التصالح مع الواقع الموجود، ولكن بالحفاظ على الصورة القديمة التي اعتدنا عليها. كلنا نعرف بأن ليس من السهل على الإنسان أن يتغير بين ليلة وضحاها، فكيف بحال أمم كاملة وشعوب كاملة؟ هاي أمر جلل كما يقولون أهل الحل والعقد كما نعرف. بالتالي هذا الأمر خلانا نرزح تحت نير الدولة العثمانية اللي هي كانت نوع من أنواع الحل، وهذا الشيء كان غريب جدا أن شعوب عظيمة وعريقة والعراق ومصر والشام والجزائر وتونس وليبيا وكل الدول ومغرب، هذه الدول بأكملها كانت تخضع إلى السلطة العثمانية اللي هي كانت سلطة واهية جدا ولا يوجد فيها أي شيء له قيمة، حتى نظام الحكم نظام متخلف جدا. لكن مع هذا قلنا بأن هذا الانتماء لدولة الخلافة العثمانية هي وريثة للخلافة العباسية، وهذا أفضل الممكن، وخلونا مرتاحين بلا ما ندخل في تفاصيل لا أول لها ولا آخر. ما الذي حصل؟ هذه العملية فشلت. كيف فشلت؟ عندما بدأت بزغت الصراعات الفرنسية الإنجليزية، وكل منهما حاول أن يأخذ حصته من العالم، وقبلهم كان هناك صراع هولندي برتغالي وإنجليزي أيضا. هذا الصراعات بأكملها تمخلت عن وقوع هذه البلدان تحت ضغط هائل من قبل هذه القوى الاستعمارية الجديدة. هذه الدول تمكنت من أن تحقق انتصارات علمية وتقنية كبيرة، وبالتالي كانت بحاجة أن تصدر بضائعها وتبحث عن أسواق جديدة، وأكو قضايا معقدة كثيرة جدا حصلت كانت تستدعي بالنتيجة أن تحفظ طرق التجارة وتسيطر على أهم المضايق التي كنا نحن من الذين نشرف بلداننا تشرف عليها. هذا أدى بالنتيجة إلى أن الضغط هائل، كان الضغط علينا هائلا، فأدى بالمحصلة إلى احتلال هذه الدول. كانت أول محاولة من قبل نابليون سنة 1799، يعني قبل نحو قرنين وربع، واستمرت بعد ذلك المحاولات وإلى أن سقطت جميع دولنا تقريبا تحت نير الاحتلالات الاستعمارية الفرنسية من جهة، والإنجليزية، وأيضا الإيطالية في ليبيا وصومال وأثيوبيا على ما أتذكر. صومال وأثيوبيا لا ليش صومال. هذا كان ماذا جرى؟ تمت محاولة المواءمة بين ما كان يحدث سابقا وبين النموذج الخانع أو الراكد أو المعتاد أو الموروث والنموذج الجديد. كانت هذه الدول الاستعمارية تحتاج إلى وجود نظام دولة حديثة حديثة بمعنى الحديثة بالنسبة لهم، وكانوا بحاجة إلى دستور وقانون. فهذه الدول، هذه النظم الاستعمارية كانت لا تستطيع التعامل مع شعوب كاملة إلا من خلال نظم
حديثة هي تجيد التعامل بها. بالتالي أجبرت هذه الدول على التحول الشعوب على تأسيس دول حديثة بمعنى كلمة، ليس حبا فيها برأيي أنا، ولكن محاولة لكي تدخل هذه الشعوب في منطقة المنطقة الإدارية والقانونية والدستورية التي تعمل وفقها هذه الدول، مسألة تنظيمية بالنسبة لها. هذا أدى لنشوء دول لدينا ليس لتلبية لحاجة هذه الدول نفسها وشعوبها، ليس أيضا لتلبية لطبيعتها ونمطها الثقافي وروحها الثقافية. نظام الدول الحديثة ما زال نظاما كسيحا في شعوب بين شعوبنا، وما زال فاشلا بدرجة كبيرة إلا ما ندر يعني. وحتى هذا النظام الدول التي تستحق الإشادة في تجربتها هي أيضا ما زالت مبتدئة في هذا المجال. لم نتعلم فن إنشاء الدول أو التقيد بالنظم الدستورية والقانونية، لأن الدولة هي نظام حياة، النظام نابع من حاجات الحياة والظروف، وإحنا ما زلنا عقليا وفكريا وذهنيا وزمنيا في نعيش في زمن آخر، زمن لا يرى العالم كما هو، إنما نرى العالم كما نشاء وكما نريد، أي أن العالم هو مكان لأن يتغير وفقا لحاجتنا ولرأينا ولإلهنا وربنا وتشريعاتنا وشريعتنا. هذا أدى بالتالي إلى ظهور نزعات وحركات تمرد. هذه حركات تمرد أيضا حاولت أن تمرد على النظم الاستعمارية، وهذه النظم أيضا خلقت نظام ملكي ليبرالي متنوع خاصة في العراق، نظام ملكي عندنا، نظام ملكي في إيران، في سوريا نظام أيضا كان ملكي مع الملك فيصل، والأردن ولبنان، لكن بعد ذلك تحولت إلى نظام جمهوري. النظام الملكي هو كان متواصل في مصر، في ليبيا، في تونس، في المغرب استمر، وهذه العملية استمرت، صار نوع من الخلطة بين النظام الملكي الذي يستند على شعبية شعوب إسلامية ملتزمة إلى حد يعني لا بأس به بالدين، وكان الدين ليس بالمسألة الحاضرة بشدة في واقع الحياة العامة، لكنه حاضر كثقافة كتربة أو أساس ثقافي أساسي في حياة الناس. بعد ذلك، بعد أن فشلت أو مو فشلت، صارت حركات تمرد ضد هذه الأنظمة الليبرالية، شبه الليبرالية وشبه الديمقراطية والملكية خاصة. هذه الأنظمة بدأت احتاجت كما قلت أن احتاجت الدول الغربية إلى أنظمة حقيقية، فتأسست جيوش. هذه الجيوش مع الوقت تمكنت من قادة بعض ضباطها من انقلاب على الدول الناشئة التي أسستها الدول الاستعمارية أو أعانتها أو تحالفت معها. بالتالي أتوا هؤلاء الضباط تحت شعارات أيضا بسيطة، يعني إحنا كنا قلنا أن المسألة إحنا دائما نختار الحلول السهلة، هي هاي فكرة الفيديو بأكمله. احنا ما زلنا شعوب تختار الحلول السهله وثم تتورط بهذه الحلول، والعمليه باكملها دائما احنا نحاول ان نهرب من الحلول الصعبه والقاسيه، يعني لا نرغب بعمليات جراحيه شديده الخطوره، فبالتالي نضطر الى الخوض في مجالات سهله، وهذا اللي يخلينا دائما ندفع الثمن الباهظ والخطير في على حساب كل شيء. وهذا احنا صار لنا تقريبا 200 سنه نعيد المحاولات نفسها ونهرب من مواجهة الحقائق بسبيل أننا نمرر حالنا ومالنا ومستقبلنا ضمن عالم متقلب ومتغير ومتطور بشكل هائل وسريع جدا، أسرع منا بعشرات بل مئات وربما آلاف المرات. هذا اللي أدى هؤلاء، أتوا هؤلاء الضباط اللي هم حملوا شعار أيضا شعار سهل، داروا حل سهل، قالوا الحل في القومية، هناك قومية عربية، وهذه القومية احنا نتوحد ونتمكن من الخروج والنهوض بواقعنا من خلال الفكرة القومية. البعض قالوا لا، هناك فكرة اشتراكية، وبدت صار خلط بين الفكرة القومية والاشتراكية، حاولوا يمزجون بين الحداثة بين المفاهيم الحديثة. كانت صراعات في العالم الغربي والشرقي، السوفياتي صراع اشتراكي رأسمالي شيوعي ماركسي من جهة، وصراع الماركسي هو مسألة فكرية، لكن عموما كانت التيارات اليسارية عموما
ضد التيارات اليمينية والرأسمالية. احنا اكتوينا في هذا الموضوع، لكن احنا اختارنا ايضا موضوع او خيار، موضوع او خيار القومية. القومية ايضا هو مفهوم وفكرة يعني مأخوذة من الفكرة الألمانية، بسمارك وحركات بسمارك القومية، وفكرة الدول القومية اللي هي يعني ناشونال، يعني هناك يعني كلمة القومية تأخذ معنى الوطني والقومي، لكن احنا اخذنا الفكرة القومية واشتغلنا عليها مثل ما اخذتها الدولة العثمانية في فترات الأخيرة، اخذت الفكرة القومية واعتمدت على الفكرة التركية وبدأت تتحرك في هذا الاتجاه. فكان هذا الحل يبدو سهل وممكن التطبيق، يعني ممكن ايضا تقعيده فكريا وايديولوجيا وعقائديا، وفعلا هذا الذي حصل. بدأت جميع يهرعون الى هذه الفكرة التي وجدوا انها واعدة وتستطيع حل مشاكلنا والخروج من يعني مشيمة التاريخ او رحم التاريخ او كهف التاريخ المعتاد والاندماج مع العالم المعاصر. هذه العملية فشلت كما نعرف جميعا، ظهرت نماذج، منها نماذج في اليمن علي عبد الله صالح ومن سبقه، ظهرت نماذج في مصر جمال عبد الناصر ومن لحقه، والناصريين والقوميين وطلعوا مجاميعهم. طلعت الفكرة القومية أيضا في السودان وفي ليبيا، الفكرة القومية في الجزائر صارت عمليات تعريب، صار الموديل هو الموديل العرب والعروبة والوحدة والحرية والاشتراكية، وأن هنالك أمة عربية واحدة يجب أن. فالمشروع كان واعد والكل، بعض الناس حتى ضحوا بأنفسهم في سبيل هذا المشروع، لكن بالنتيجة ظهر بأنها فكرة لم تكن بالقدر الكافي من الحكمة، وتحول بعد ذلك. يعني ما أريد ندخل في تفاصيل تعقيدات، لكن أنا أعطي الفكرة العامة إن إحنا دائما كنا نختار الحل السهل، وأن نعتقد بأن المشكلة هي في الطريقة أو في المنهج الذي سنسير عليه. نحن دائما كنا نحاول أن نغير أو نختار من العالم الذي حولنا حلا ينقذنا مما نحن فيه. مرة اختارينا الحل العثماني، الخلافة العثمانية، وقبلها أقول ما نريد نحكي قبلها شو صار لأنه هذا فترة بعيدة. اختارنا النموذج العثماني، مشينا وراه رغم سيئات التي لا تحصى والتي دمرت بلداننا على مدى 400 عام، أخرجتنا من كل ما يعني أسقطت ودمرت كل شيء كسبته هذه الشعوب خلال فترة الحضارة الإسلامية العباسية، وبعد حتى الحضارة يعني حتى فترة الممالك أو الفاطميين قدموا شيء لا بأس به. المهم هذا انتهى، اجت الفترة الملكية الاستعمارية، الخلطة الاستعمارية الملكية الشبه الليبرالية. هذه الخلطة ايضا كانت استعارة من نموذج غربي، بعد ذلك استعارينا نموذج القومية وقلنا هذا احنا عرب، وهذا احنا اصبحوا المصريين عرب، الليبيين عرب، السودانيين عرب، اصبحوا اليمنيين، كله عرب، صار الاهواز بالايران صاروا عرب، الاكراد طلعوا قالوا احنا قومية كمان، والآشوريين قالوا هنا أيضا قومية، صار الموديل العام قومية، وهذه دخلت المناطق، دخلنا في حروب لأول لها ولا آخر. وأيضا طلعت فكرة أنه هناك يهود، واليهود بقت العملية لها علاقة، اليهود تعاملوا مع اليهود من باب الفكرة ليس باعتبار المنتمين إلى اليهودية أصحاب دين إنما أصحاب قومية وحركة صهيونية وما إلى ذلك. بعد ذلك فشلت هذه العملية كما رأينا جميعا، سقط عبد الناصر وبعد السادات، واستعانوا في قبل سقوطهم جميعا منهم صدام حسين، استعانوا بالحركات الإسلامية الواعدة اللي كانت تدعمها أمريكا وبالتحالف مع دول الخليج وأيضا تحالف مع السادات ومن تبعه. بدت الحركة، جرت عملية دخل العالم الغربي، وأيضا أرسل لنا واحدة من رسائل العظيمة أو وسائل الأخيرة اللي هي الأصولية، الفاندمنتاليزم. فهو أيضا الأصولية أيضا ليست حركة بصراحة، هي أصلا ظهرت هاي الحركة عند من يقرأ كتاب أرمسترونغ، كارل أرمسترونغ، عن الأصولية وتاريخها وكيف ظهرت. هي أصلا حركة ليست إسلامية بالضرورة، لكنها بدأت في الغرب العالم المسيحي، أيضا كانت استجابة ورد على التغول الحداثة والعلمانية في واقع الحياة الغربية، وكان نوع من ردة الفعل على هذا يعني
البطش بالتجمعات والحركات الدينية واحتلال العلمانية كل أماكن الحياة العامة ودخولها في كل التفاصيل، وحتى عزلها للدين عزل يعتبر قاسي بصراحة، كان قاسي جدا عزل الدين، وحتى على المستوى الجماهيري كانت الناس كلها أصبح الدين الكل بدأ يتحدث أن الدين مسألة لها علاقة بالتاريخ وستنقرض عن قريب، يعني شيء من الماضي وسينتهي. لكن هذا لم يحصل، لأنه كان ظهر بأن هذا الألمان أن الحركات الأصولية كانت من القوة ولديها من الذخيرة والعمق التاريخي والثقافي والإنساني الذي يسمح لها بأن تعيد نشاطها بطريقة أو بأخرى. هذه الحركة تمخضت عن النتيجة عن ظهور الحركات الإسلامية الأصولية ونجاحها في اختراق الأنماط التي حاولت فيها شعوبنا أو قادتنا الخروج ومن أزمة هويتنا وتحديد هويتنا كشعوب في هذه المنطقة. هل هي هوية عربية؟ هل هي يعني ما كانت هي مسألة هوية، كانت شعوب، يعني كما يقول أرنست رينان في القرن 19 قال هذه منطقة العربية هي مجرد شعوب أشبه بكثبان رمال تأخذها الريح في كل لحظة تتجمع في مكان وبعد ذلك تأتي الريح وتتقاذفها في كل اتجاه. كان تعبير قاسي جدا، لكن ظهرت هذه الحقيقة بشكل مؤلم ويجب علينا الاعتراف بها، بأنه احنا حتى الدول الآن موجودة بالدول، يعني الدول العربية أغلبها هي دول تشكلت بقرار استعماري، وناس جو بعض البرسي كوكس والاتفاقية ساكس بيكو وضعوا على خط أحمر، سووا ألقوا حدود وقالوا هذه أردن وهذه حدود العراق مع الكويت، وهذه الكويت طلعوها وحطوا خط وعزلوا فور عبد الله وقالوا هذا خط مال الموصل وهذا خط تركيا، وقسموا الأشياء بطريقتهم الخاصة والناس ما لها علاقة بالموضوع. لماذا؟ ليس لأنها ما لها علاقة بالموضوع، لأنها لا تدرك لا تعرف نفسها، لم تحدد بعد هويتها. كانت محاولتها أن تنتمي إلى الدولة العثمانية واستمرت العملية رغم قسوتها وتحملت كل دفعة ثمن هذا الانتماء المزيف، وبعد ذلك اكتشفت أن هذا الانتماء سقطت الدولة العثمانية. الناس شعروا بالفراغ والخواء، إلى أين يتجهون؟ بدأ البعض يقول هاي الخلافة يجب أن تستمر، اجى الملك فاروق قال أنا الخليفة، أنا أريد أصير الخليفة، الملوك آل سعود قالوا لا احنا نحن الاولى بالموضوع، وهكذا بدا. لحد الان اكو ناس مقتنعين بان تركيا هي المستقبل، دولة الخلافة ستعود من تركيا العثمانية. لحد الان اكو ناس موجودين في خاصة في دول المغرب شمال افريقيا الجزائر ومغرب وتونس لحد الان مؤمنين بهذه المسألة. طبعا الاخوان المسلمين هم من مقدمة هؤلاء، هم نتاج هاي الفكرة اصلا. اللي صار هو هذا، ان هؤلاء استمروا يفكرون الشعوب ما كانت تعرف هويتها، والله هويتها ما هي حدود هويتها، الى اي حد تستطيع الاستمرار في اكتشاف نفسها او صبغ نفسها صبغه خارجيه مفتعله ليست منها بالضروره. كانت دائما تحاول ان تجد لنفسها هذه الهويه، مره وجدت كما قلت العثمانيه، بعد ذلك وجدت نفسها بالوطنيه، انه هذا عراقي وهذاك سوري وهذا شامي وهذا حجازي، تغيرت الحجازيه صارت صفه سعوديه، اصبح هنالك اماره منطقه اسمها الكويت، ظهر لدينا الان كويتيون، الان عندنا اماراتيون، عندنا اردنيون، منطقه سميت بالاردن. هذا يعني هويات جديده مختلفه تماما عن الهويات او لا سابق لها تقريبا بالمعنى نفسه، حتى تشابهت باللفظ، مثلا كانوا معروفين هناك عراقيون، لكن لا تعني العراقي الآن نفسه عندما تسأل العراقي، هو العراقي الموصل يختلف عن عراقي البصرة، وكذلك السوري في قامشلي يختلف عن السوري في السويداء وهكذا. المهم احنا وصلنا بالنتيجة إلى حل، إلى قضية، إلى خاتمة المحاولات الفاشلة والسهلة، طبعا هي كلها سهلة رغم المآسي، لكن كانت دائما يختارون أسهل الحلول، وهذا منطقي، لا نلوم الناس عليه ولا نلوم القادة ولا نلوم السياسيين رغم
اعتراضنا عليهم ورغم انهم ناس مسؤولين وانتهازيين، لكن مهما كان هم حاولوا ان يجدون التعامل مع الظروف التي تحيط بهم. في النهايه كان الخيار هو الخيار الاسلامي، والشعوب اختارت هذا الحل، وهذا الحل وهو هؤلاء استثمروا الاسلاميون وظهر الاسلاميون وصار الدين هو الموديل الاجمل المرشح والذي يعني ينال رضاه الجميع. بدأنا نجد حتى أن أناسق في قمة العلمانية والكفر والإلحاد أصبحوا متدينين ويتحدثون عن الالتزام، وصار الحجاب هو الرمز الأساسي للحركة الجديدة. أصبح الرمز واضح، كانت أمة عربية واحدة، صار الآن الحجاب هو القضية الأساسية، حجابك عفتك وما إلى ذلك. الناس قالت هذا الحل، خلص وصلنا إلى حل، وأصبحت لدينا هوية أخيرا، هوية إسلامية. لكن هذا الحل أيضا تلقى دعما من الدول العظمى، وتلقى دعما من القادة السياسيين السادات وبعد حسن مبارك، يعني تبرع للإسلاميين بالشارع كله، بالشعب كله. صدام حسين سوى الحملة الإيمانية، السوريين السوري حافظ الأسد وابنه سووا القبيسيات، وهكذا تجد بكل مكان هنالك دعم للحركات الإسلامية وغض النظر عنها، وأيضا دعم لطالبان والقاعدة. واستمرت العملية بعد ذلك، ظهر بأن هؤلاء يعني مشروعهم مشروع يتعارض مع الدول العظمى، ومشروع أيضا دمر المنطقة ودمر الشعوب العربية ودخلها في قضايا هي في غنى عنها، في صراعات مع أقوام مع شعوب، يعني يريد يفتحون العالم بأكمله وفي القرن 21 هم كأنما يعني يتصرفون كأنما في القرن السابع. لكن يعني عموما هي الفكرة الأصولية الإسلامية هي أيضا ليست فكرة لها علاقة بالماضي، لها علاقة بالواقع أيضا، ولها علاقة بالفكرة الأصولية التي انتشرت على في عموم الأديان القديمة والتي ما زالت حية في حياة في واقعنا الآن، مثل الهندوسية البوذية. أكو حركات أصولية قوية في لدى البوذيين ولدى الهندوس ولدى البروتستانت والكاثوليك، حركات أصولية جدا. حتى الآن البابا الفاتيكان إذا رحل أيضا هنالك فيلق من الصقور الذين سيخلفونه، وقد يؤدي حضورهم إلى أصولية جديدة. لكن الخلاصة اللي أقولها أنه هذه التجارب العربية بدأت من التجربة العثمانية وتواصلت مع التجربة الليبرالية الملكية الشبه الليبرالية، وتواصلت مع الضباط، وكانت الفكرة القومية هي المتسيدة للموضوع، وفي صراع كانت أيضا مع الفكرة الاشتراكية الشيوعية. هذا اليسارية أيضا تحديدا يعني بشكل عام يسارية، وهذا فشلت العملية وصارت نكسة أو هزيمة حزيران، والهزائم كل الحروب العربية اليهودية جميع الحروب خسرناها، العراق مع إيران خسر، ماكو حرب عربية واحدة انتصر بها العرب على الإطلاق، ولا وحدة ما هذه سموا لي وحدة انتصرنا بها. يعني على كل حال بدأت الآخر، كان آخر حلول سهلة، وأعتقد هي كان أسهل الحلول، يعني هو كأنما كان هذا أسهل شيء وآخر حل، ولكن هذا الحل أيضا أثبت الواقع فشله، وأثبت الواقع أنه حل فارغ، لا ليس لديه ما يعطيه، لم يقدم سوى قضية مثل الحجاب، التزام الديني، أداء الفرائض، لكن سوات وبعدين كيف تتعامل مع الآخر؟ يعني لم يفعل الشيء الذي كان منتظرا منه، أن يؤيد النظر في أصوله الدينية، يؤيد النظر في الشعوب، في واقع الشعبي، يغير ثقافة، يعني يغير الفقه والعقيدة الإسلامية ويجددها ويقدم خطاب ديني جديد. ولكن كما قلت لا يمكن أن يقدمون هؤلاء حلول سهلة، لا حلول صعبة، دائما يقدمون الحلول السهلة ويختارون الطرق السهلة، لأن هي الفكرة أصلا دائما نختار الحلول السهلة. فعندما يأتيك القومي فهو يختار الحل السهل، فأنت لا يرغب بأن تضع أمامه شروط صعبة وقضايا معقدة، لا يرغب بهذا. فبالنهاية فشلوا، لأنه لا يمكن أن تقيم دول حديثة وشعوب تستطيع اللحاق بركب الحضارة والتقدم والعلم والتكنولوجيا المعاصرة، تستطيع إلا أن تمارس عملية قاسية في التعليم والتربية وكل تفاصيل الحياة، أيضا نظر بها وفوق أسس علمية ومنهجية دقيقة جدا. فهذا يراد له شغل كبير، يراد له أموال، ويراد له أيضا مغامرة هائلة. فبالتالي اختاروا الحلول السهلة. ها
هاي الحلول السهلة هي الآن التي دمرتنا ولا دمرت شعوبنا، وحتى خلتنا نخسر حتى الخطوات والمنجزات البسيطة اللي كنا إحنا نمتلكها. قد يسأل واحد يقول الحل الإسلامي تم إفشاله من قبل الدول العالم الغربي وما إلى ذلك، وطبعا العالم الغربي أيضا أفشل الموضوع القومي، وكان له دور. القومي أيضا كان يختلف مع العالم بأكمله، وهي مسألة طبيعية، يعني هو مسألة صراع. أنت عندما تأتي وتقدم حل وتقول الحل هو الحل القومي كما فعل حزب البعث والناصريين وأيضا جماعة معمر القذافي، فإذا تقدمت هذا الحل فأنت لابد أن تخوض صراع مع القوى الأخرى، فبالتالي أنت يجب أن تحسب حسابك مقدما وتقول هذا الحل قادر على المنافسة والمطاولة مع الآخرين. عندما يأتي الإسلامي ويقول أن لدي الحل، الحل في الإسلام، الإسلام هو الحل، والكل رفع عقيرته وصوته وقال هو الحل، والناس دفعت ثمنها غاليا، وبينهم بين ملايين دفعوا ثمن هذا الحل الذي السحري الذي يؤمن به الجميع وآمن بالجميع، وما زالوا هنالك، ما زال لدينا عشرات الملايين من المؤمنين بهذا الحل الذي يرونه ساحرا ولا يناله الشك لا من قدام ولا من خلاف. فبالتالي النتيجة انتهت الآن حالنا إلى ما نحن فيه من تخلف شامل، متراجع على جميع المستويات أكثر مما سبق. هذا يدل ويوصلنا إلى النهاية الأخيرة اللي أتحدث بها، إنه نحن كنا دائما نختار الحلول السهلة، كنا نخاف من مواجهة أنفسنا، مواجهة ذاتنا، ودائما نختار الحلول السهلة التي تأتينا من الخارج. الفكرة القومية جلبناها من الخارج، الفكرة الحكم الملكي والليبرالي وشبه الليبرالي والفكرة الديمقراطية والفكرة الاشتراكية وحتى الأفكار اليسارية كلها أتينا بها من العالم. الآن أكمل السؤال الأساسي الذي طرحته في الحلقة، الذي أقوله بأنه نحن ما واصلنا عملية الهرب من مواجهة أنفسنا، وكنا دائما نختار الحلول التي تأتينا من الخارج، حتى وصلنا في النهاية إلى حل، اختارينا حل يأتينا أيضا من الخارج، وفكرة الأصولية أخذناها من الخارج التي كانت منتشرة في العالم الغربي، وحتى وهي نفسها انتشرت في العالم الإسلامي وأيضا انتشرت في العالم الهندي وحتى البوذي في المناطق البوذية أيضا. هذه انتشرت وأيضا خلطناها، هي الفكرة الأصولية أيضا أتتنا من الخارج، هي تقول بأننا علينا العودة إلى الماضي والعودة إلى أصولنا وجذورنا الدينية والثقافية والمعرفية والفكرية، ونعتمد عليها ونشق طريقنا باتجاه المستقبل. كان هذا حل يبدو سهل، أهلا متعودين عليه، معتادين على هذا النمط من الثقافة وهذا النمط من التدين والمعرفة والفكر، وأدنى وجهة نظرنا بالعالم، يعني نحتاج حركات، نحتاج أشياء بسيطة فقط، تعديلات هنا وهناك، وسميناها هنا مرة نسميها إصلاح، نسميها النهضة، صحوة، تجديد، كلها عبارات لها علاقة بالعودة من الماضي والاستيقاظ من حالة النوم التي اعتقدنا بأننا مصابون بها، وكل ما في الأمر مجرد أن نصحو وينتهي وآخر حلاوة. هذا الأمر كان حلم لم يتحقق، بل تحققت ما كل ما هو عكسها. وقلنا أنه فكرة أنه أنت تختار الحل السهل فهي ليست مسألة اعتباطية، يعني تختار الحل السهل، لكن أنت لست وحدك في هذا العالم، عليك أن تجد روابط جديدة مع هذا العالم. عندما تعود إلى الماضي فأنت بالتالي تعود إلى ماضي مختلف تماما، إلى شروطه وإلى ظروفه وإلى وقعه وإلى ثقافته وإلى تخلفه، وإلى يعني تعود إلى 1000 سنة قبلك، فما معنى هذا؟ الآن أنت تعود إلى 20 سنة قبلك، قبل الآن أنت تشعر بالتخلف، استخدم موبايل آخر أو استخدم جهاز آخر مختلف. الآن ماكو واحد عنده بالبيت مثلا موبايل مختلف أو تلفزيون غير حديث، الناس تضحك عليها، فأنت كيف تروح 1000 سنة قبلها وتريد تحل المشاكل كلها؟ هذا معناه بأنه الناس نحاول أن لا يعني نختار الحلول السهلة ونختار أقل الممكن، ولا نريد أن نبذل جهد، ولا نريد أن نكون شجعانا بمعنى الكلمة، ونواجه الحياة ونعمل بعزيمة وبإصرار على أن نجدد ونرى ونكون واثقين من أنفسنا ولا نخشى أي شيء. الخشة الكبيرة دائما والله عندنا مقدس يجب أن نحترم، وهذا الإسلام الدين السمح العظيم وهذا الكذا، هاي كلها أعذار للتخلص من أزمة المواجهة الحقيقة.
الحقيقة حتى الدين إذا رجعنا له يعني 100,000 طريقة نقدر نتعامل معه ونقدر نغير الشريعة بأكملها. هنالك بحوث موجودة جاهزة، ممكن أقرأ الغزالي عنده هواية أفكار عظيمة بهذا المجال، صحيح عنده تطرف في جوانب كثيرة، لكن الغزالي أيضا يقول لك إذا المصلحة تتطلب خلاص انتهى الموضوع. المصلحة تتطلب الآن إلغاء المصلحة، هي هنا الفكرة العظيمة اللي إحنا نتغافل عنها. المصلحة الآن إلغاء مفهوم المصلحة الموجود في الشريعة الإسلامية، فهو هذا وابدالها بمفهوم الحقوق. يعني المحظورات تجيز المحظورات، يعني الضرورات تجيز المحظورات، فبالتالي احنا نقدر، لكن حل صعب وانا لا انكر هذا. فكل انا الهدف مالتي استعرضت لكم كل محاولاتنا للهرب الى من مواجهة الحقيقة وخوض الطريق الصعب، لكن هذا ما كان يتلقى، يعني يبدو لازم ندفع الثمن. وصحيح انا لا انكر بانه هناك كانت محاولات في افغانستان وايران وتركيا وتونس، كانت محاولات اجباريه على تطبيق الديمقراطيه العلمانيه اللائكيه على النمط الفرنسي، وكانت قاسيه جدا، لكن بالنتيجه لم تنجح هذه بالشكل الذي كان يتامل منها، رغم مرور يعني بعضها مرت حدود 40-50 عاما على تطبيقها واجبار الناس عليها. لكن شوف الان تركيا بدات تعود الى هذا العالم الاسلامي رغم العلمانيه الشديده جدا التي، وما زالت دوله علمانيه، لكن ما الان بدات ترتبط بعتلات، اصبحت جزء من يعني مصنع العالم، يعني هي يعني بدات استثمارات العالميه هي اللي نهضت باقتصادها وحاولت ان تخرج من المأزق التي هي فيه. وأردوغان جاي يحاول أن يستخطب، يعني ما زال يحاول ويراهن على الخطاب الإسلامي في عودة تركيا إلى دولة الخلافة القديمة. فهذا يعني يؤكد أنه الحلول هذه الاعتباطية والتي ترفض، يعني الحالة اللي رفضنا الحلول الصعبة مواجهة الذات، فأكو ناس لا ما واجه الذات، قال لك لا أنا ألغي الذات. إلغاء الذات ليس بحل، ولا عدم مواجهة الذات بحل، إنما يعني هي هاي الذات نفسها الموجود لدينا نتفهمه ونشرحه ونعيد قراءته بشكل دقيق وسليم حتى نعرف ماذا نفعل بعد ذلك. هذا ما يصير إلا عندما تصير عمليات توجيه وتثقيف متواصلة في جميع المجالات، وتصير ضمن مناهجنا التعليمية، ويصير نوع من الاتفاق على أن يعني يجون ناس أساتذة كبار، لك احنا جربنا كل الطرق السهلة والشوية صعبة، لكن كل هذا لم ينفع وما زلنا متخلفون، بل نتراجع يوما بعد آخر، والمستقبل إذا بقينا بهذه الحالة فلا يبشر بخير. ليس أمامنا سوى الحلول الصعبة، ليس أمامنا إلا أن ندخل في صالة العمليات الخطرة وعمليات الإنعاش التي يجب أن نشرح بها جسد شعوبنا المتهرب تخلفا وجهلا وانحطاطا وانحلالا وتشتتا وانشطارا وصراعات لا تنتهي داخل هذا الجسد، فيحتاج حتى يعيد هذا نشاطه إلى أن يكون نشط، يقبل فكرة أن يكون نشطا ويكون جريئا وشجاعا ويواجه العالم بأسلوب جديد وبطريقة جديدة، ويستعير من العالم المناهج الموجودة. احنا المنهج العلمي هو ما له علاقة بالقوميات ولا بالاشتراكيات ولا بالدينيات، منهج علمي تطبق عليه شروط الحياة الصحيحة التي لا تختلف بين جنس وآخر، كل الأجناس تطبق هذا المنهج العلمي الدقيق الصارم، ولغة العلم هي لغة واحدة مشتركة، فهذا أفضل حل ممكن أن ينقذنا مما نحن فيه. آسف على الإطالة، وأشوفكم خير وإلى لقاء قريب. مع السلامة.